طالعين الآن القيادة الإلكترونية. ها شايفين أحد ماسك دركسون وأحد ماسك. هذه سيارة تسلا أمريكية كهربائية السيارة. أدق إشارة كلش، توقف عند الإشارة. شايفين ما في لا دعسة ولا شيء. في بعض الولايات موجود زي تاكسي يوديك ويجيبك بدون سائق، سيارة بدون سائق. الآن دقت إشارة السيارة مثل شايفين. عدلات وهدات شايفين مسارها. ما في ولا تلمس حتى الخط للسيارات، حتى لو في أقماع شيء إشارات كلها موجودة هنا بالشاشة. بعض الولايات مسموح القيادة الإلكترونية، بعض الولايات لا، لابد تكون موجود بين فترة وثانية تلمس الدركسون. سيارة شغالة على أقمار صناعية تسجل كل شيء، ولو ضربت زمور مباشرة يحفظ الفيديو. قيمة السيارة أكثر من 600,000 ريال. أنا السيارة صافة اللي بنطلعها.